هي انتحرت ليه بقى؟ انتحرت من كلام الناس. ازاي؟ بقت الناس تتكلم ده اتقتل بسببها، اصل السيد كان هيخطبها، هي حلوه ده مش حلوه، جالها اكتئاب، بقت خايفه وهددها مره واثنين وثلاثه بالقتل. قالت لك طب هو لو قتلني اهلي هيتبهدلوا، انا اريح الناس واريح اهلي وانا موت نفسي. احنا كل ده ما عرفناهوش اصلا اللي هي كانت عاملاه على التليفون. باعتبار ان بكره هموت في حادثه، قولوا لامي ما تبكيش وفي جنازتي ما تصوتيش، وقولوا لاخواتي ان انتوا كنتوا اعظم شيء في حياتي في وجودي وفي مماتي، وبلغوا اصحابي ان هم يقفوا على قبري وما يصوتوش، ويطلوا كل شويه على امي وما يعيطوش، ما تكسروش قلبها كفايه قلبها مكسور في معادي. والعلم عند الله. موتت نفسها ازاي؟ جابت اتصلت بواحد على الفيس، جاب لها قالت له عندنا حباية اللي هي بتتحط في القمح ده عشان الغله، حباية غله. فانا قمت الساعة 5 الصبح على ترجيح، ايه يا رحاب فيك، ايه يا رحاب، يا بنت انت واخده حاجه؟ قالت لي لا يا اما بس سامعين، يا بنت انت واخده حاجه؟ قالت لي لا يا اما بس سامعين. امال الترجيع ده ايه؟ الترجيع ده مش طبيعي. حطيتها في العربيه بتاعتنا اللي ورا ديت وخدناها وجرينا على الموظفين. الموظفين قالت ده حاله تسمم، حولونا على معهد السموم اللي في القصر العين. رحنا القصر قالوا لها انت خدت ايه؟ قالت لهم ما خدتش حاجه. قال لها لا الدكتور بقى قولي لي عشان اساعدك انت واخده ايه؟ قالت له انا خدت حبه غله. يعني ايه حبه غله دي يا رحاب وبقيت طالتهم؟ قال لها حرام عليكي ما تلقتيش الا حبه الغله. طب خدتيها ازاي؟ بميه ولا من غير ميه؟ يا بنتي عشان اقدر اساعدك ده انت واخده اخطر حاجه. قالت له حطيتها ببقي وشربت وراها شويه ميه. فضلنا بقى الاسعافات يعني هي ماتت في القصر العيني. ماتت في القصر العيني. ومن كلام الناس حاولوا يعني كلام الناس ده استمر قد ايه اللي خلاها استمر بتاع 20 يوم وهي قافله على نفسها. بس هي اكيد مكتئبه من قبليها ولا ايه؟ 20 يوم قررت تنتحر اكتئاب. وكل حاجه مسجلها على تليفونها. بس قبل ال 20 يوم ده اكيد كانت متضايقه من حاجه ولا لا؟ هو من ساعه التهديد لها ان هو هيقتلها وهيموتها اللي هو حسام ده، وجه موت سيد بقت خايفه، قال ده راجل وقتله، انا هخاف اخرج. طب ما هيعمل فيا، انا مش هقدر عليه، الراجل ما قدرش عليه، سيد ما قدرش عليه، وانا واحده وبنت، ما ممكن يقتلنا نار اخرى. عندها كم سنه؟ عندها 23 سنه. عندها 23 سنة. بس قصدي أقولك إن موضوع طيب خطوبتها اللي اتفركشت ده أكيد كان مضايقها برضو. لا ما كانش مضايق، ما كانش مضايق، لأن عرفنا إن هو بيسرق وجات لنا كليبات وهو متصور وهو بيسرق. طب ما يمكن فعلا يكون كان ناوي يخطبها الولد التاني ده وهي اكتئبت إنه مات. لا كان زي أخوه، هي اكتئبت من كلام الناس. انت بتقولي كده الناس بقت تقولي هي السبب. ايوه انت بتقولي كان اخوها عشان كلام الناس برضو. بقول لك هو كان زي اخوها. بس كلام الناس. عايزه اوصلك لحاجه، يعني ان هو حتى لو كان هيخطبها ايه العيب في كده؟ انا مش فاهمه. ما انا مش عارفه بقى ايه العيب في كده. حتى هو لو كان هيتقدم لها او كان هيخطبها فيها عيب مثلا لنا او لرحاب؟ لا خالص. او هي مثلا ضد القانون؟ يعني قصدي اقول ان ما تمشيش ورا هوا الناس في ان عيله بقى وعلى قد فهمها وحطت في نفسها، وكل خوفها ان هو كان بيهددها بالقتل. قالت لك لو قتلنا نار اخرى يعني اهلها هيتبهدلوا. اهلها فتروح مموته نفسها؟ مش فاهمه. هو بقى دماغها وهو اللي حصل وهو اللي عملته في نفسها، وحسب الله ونعم الوكيل. ولا هي كانت حاسه فعلا ان هي السبب؟ لا هي حاسه بتأنيب الضمير. من كلام الناس. فالبلد هنا بقى عماله تقول ان انا اللي عملت كده، وان انا اللي سلطت حسام على سيد، وان انا اللي خربت الدنيا كده، وانا السبب في قتل سيد، والكلام ده كله من كلام الناس اللي قالوا ده هيخطبها، ده خطبها، ده هو السبب، حسام يستاهل ان هو قتله وكده. وعيلته لحسام هي اللي كانت بتطلع الاشاعات دي، عيله حسام اللي كانت بتطلع اللي هو اللي قاتل.
واشاعات ليه؟ ممكن يبقى حقيقه، ممكن كان هيخطبها، ايه المشكله؟ والله ما خطبها. حتى لو ايه المشكله؟ ولو خطبها احنا كنا نتمنى، لان شاب ابن حلال وابن ناس ومن بيت وامين وبيعمل خير كتير قوي، يعني سنه صغير بس بيعمل خير، البلد بحالها حزنان عليه. والناس بقى بتتكلم دلوقتي تقول ايه بعد ما ماتت رحاب؟ ما انت مشهدها بصي، يعني الحمد لله الحمد لله، والخشبه بتاعتها وهي طايره كده. لا قصدي اقول دلوقتي بقى ايه، مبسوطين خلاص؟ ما حدش بقى يتكلم الوقت دلوقتي، خلاص خلاص بقى، خلاص ما هي راحت وهو راح، موتوها الحمد لله، فخلاص بطلوا يتكلموا الحمد لله، محدش بقى يتكلم الحمد لله. وبقول الحمد لله يا رب. لازم يتكلموا، يتكلموا بعد ما ماتت كمان، هيتكلموا يقولوا ايه؟ خربوا بيتين وخربوا عائلتين، والوقت الكلام اللي كانت بتشتمع على التليفون بقت تيجي تروح على قريها وتقول يا غاليه يا رحاب يا حلوه يا رحاب. طب ما انتوا عقدتوها في الاول وكتبتوها في الاول وبقيت عايز تجرها في اي حته، والبنت بقت شي راضيه تخرج وبقت سكه على نفسها الباب. طب اخرجي يا رحاب، اقعدي قدام الباب تقولي يما انا خايفه، انا مش هخرج. وكانت بتشتغل وبتساعدني، قعدت من الشغل بقت خايفه تخرج من البيت.